سعد كندي منورين. مين هو اللي خليك شنب؟ مين هو المفروض يعني عنا نحن مثلا بتقول خليك شنب انه خليك رجال، يعني انه هيك معناتها هي؟ هي يعني تو مينينج عندها صراحة. احنا كان المقصد خليك شنب من اللي هو اللي عندك شنب، وخليك شنب انه خليك ريال، الاثنين مع بعض. نحن بالنسبة لنا خليك شنب هذا الجزء محير، يعني الواحد لما يدخله بيقول حق نفسه اوكي شو بيصير. الحلو في هاي القصة ان فيها نهاية جميلة جدا، وانا صراحة مترقب ان الواحد يشوف القصة كلها ويشوف النهاية ويعطينا رأي فيها. شو بتدور احداث هلا؟ انا ما حضرت الجزء الاول للاسف، هو يعني تكملي للجزء الاول؟ انت ما شفت الجزء الاول ابدا، ما فاتك اي شيء. يعني الجزء الثاني مختلف منفصل، بس الجزء الاول راح يساعدك انك تفهم مكنون الشخصيات، لان الشخصيات فيها يعني في شخصيه مثلا فيها حاله نفسيه، هذه انت لازم تكون عارف من الجزء الاول ان هذه الشخصيه فيها حاله نفسيه، شو صار معاها بالجزء الثاني. هلا هو ضعيف عن الجزء فعشان هذا تصريح رسمي. هو الحمد لله ما ضعفت بين الجزئين انا. هذا تصريح رسمي ان خليك شنب ثلاثة ما راح يكون موجود. لا هيختفي. سويت رياضة. خبرونا عن الجزء الثاني، شو الاجواء، شو الاحداث؟ نشوق الناس. نعم. الجزء الثاني عبارة عن مغامرة تصير خارج الدولة. طبعا خماس هو واحد من الممثلين الموجودين في الفيلم، يحصل فرصة بفرصة عمل كمضيف طيران خارج الدولة، فمنها نطلع نحن خارج الدولة وتصير لنا مغامرات نحن خارج الدولة. طبعا أي شيء أنا بقول لك إياه يمكن يحرق لك الفيلم، بس بشكل عام لازم تعرف أنه جدا جدا مختلف عن أي فيلم إماراتي شفته قبل إن شاء الله. اللي يميز خليك شنب اثنين بكل أمانة القصة راح تكون صادمة، يعني في تويست صار بالقصة، والقصة اعتمادها الأكبر، الفيلم اعتمادها الأكبر على القصة مو على، يعني كان التركيز على القصة أكثر من حتى التصوير، التمثيل والقصة. فالقصة جدا ممتازة وفيها تويست بطل يعني. إن شاء الله عليكم أنتم يعني نجحتوا بالسوشيال ميديا وفتوا للتمثيل وهيك وأكلتوا الجو، يعني صرنا يعني ما شاء الله يعني صرنا عم نشوفكم أنتم يعني أكترية الأوقات، أو أنتم نجوم نجوم السينما الحاليين. لوين رايحين وشو طموحكم وشو اللي بكون تقدموه؟ والله طموح عالمي ان شاء الله، طموح عالمي بالسينما الاماراتيه، نوصل لابعد نقطه ممكن نوصلها، نحاول يعني نجاري هوليوود بوليوود، ليش لا، نقدر، الامكانيات موجوده. مثل ما صار بالمؤتمر ان تنقصنا بعض الاشياء، لكن مع الوقت راح نكتسبها ان شاء الله باذن الله. نحن بشكل عام نشوف ان ما ننسى ان السوشيال ميديا كان جزء كبير في نجاحنا ودخولنا لعالم السوشيال ميديا، لعالم السينما في الامارات. حتى المخرجين يعني نشكرهم، مخرجنا هاني شيباني، والمنتجين عامر سليمان وعلي المرزوقي، هم اعطونا فرصه في البدايه وصراحه نشكرهم على هذا الشيء. وبس ايضا ما ننسى ان الجمهور اللي في السوشيال ميديا والجمهور اللي يتابعنا من زمان لهم فضل كبير على اللي قاعد يصير حاليا. شو الجديد؟ شو انا الفيلم له زمان انتم اشتغلتوه وقت كورونا، يعني من اواخر 2019 او ب 2019 بدا التجهيز، من بعد ما خلص خليك شنب، يعني من اول ما انتهى من العرض كان التخطيط موجود لخليك شنب 2، تصور ب 2020 واوائل 2021 تمام، ووقف فترة طويلة تقريبا عشان كورونا والدنيا هذه، لكن إن شاء الله يعني يطلع منه نتيجة طيبة. شو الجديد؟ نعم شو عم نحط؟ والله الجديد حاليا قاعدين نطبخ نحن حق السنة الجاية إن شاء الله، بس في أفلام بإذن الله مع مخرجنا أحمد زين، وفي مخرجين جدد جايين على الساحة إن شاء الله صغار، لكن إن شاء الله قاعدين يحاولون يشتغلون على المبدأ إن نطلع سينما الإماراتية لمكان حلو جميل. كيف لقيتوا كندي هيك؟ افضل ولا لما كان انصح؟ والله شوف، هو دائما كان اول ظهور له وهو متين، فالناس تاخذ عليه انطباع وهو متين. ان شاء الله ان هذا الضعف ما ياثر، لان في البعض يعني ينقص وزنه وينقص الكوميديا معه، لكن ان شاء الله انه يحافظ. خلاص انا ما ابغى كوميديا، انا كلها دراما الحين اخوي. او ماي جاد، يعني صار هلا دون جوان بده يشتغل. شوف الحين زعيم مافيا تحطه نتكلم فرنسي بعد، جو مي بيغو زي 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 لا با شبا وي 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 يو. شكرا حبيبي، عفوا، وكل التوفيق على مجهودكم المميز.
طبعا يعني دائما نحن بنشوف نفس الوجوه اللي هي المنتج بالإمارات. أنا عندي تساؤل بصراحة، دولة الإمارات ودبي يعني على صعيد العالم هي نمبر ون بكثير مجالات، يعني حققت نقلة نوعية بكثير أمور، إلا في نقص أو في شيء مش عارف شو اللي هذا. أنا بدي أسأله موضوع السينما والدراما، مع أنه يعني صار في كتير نشغل على الموضوع من مهرجان دبي السينمائي، من دعم شركات مؤسسات، عندك مهرجان أبو ظبي السينمائي للأسف وقفت هيدي المهرجانات، في مجهودات طبعا من حضرتك كمان على مهرجان العين السينمائي عم نحاول، يعني انتو المعدودين اللي انا عم حسهم عم شوفهم عم يدعموا هذه الحالة، حالة السينما وال ليش هيدا النقص بالإمارات؟ ليش هيدا يعني عم نشوف دول مثلا، هلا عم نشوف بالسعودية بفترة وجيزة ما شاء الله، يعني صاروا عم بينافسوا، شو السبب؟ نعم سؤالك وجيه وحلو انك طرحت هذا السؤال عشان نفتح اعين الناس الاخرين بما نحن نتألم فيه. انت تكلمت على ارقام بلغة الارقام رقم واحد، انا بسألك سؤال بسيط جدا، كم الدعم من الدولة يأتي للرياضة؟ اسألك سؤال هذا كثير. كم بالضبط؟ مش عارف، انا ما لي مجال بالرياضه، بس في دعم كتير قوي. اعطيك الرقم، 4 مليار. 4 مليار. 4 مليار. واروح اعيد السؤال هذا وارجع للواقع السينمائي، كم دعم لصناعه السينما في دوله الامارات حتى الان وانا اكلمك ولا داخل؟ شو السبب؟ حتى الان انا اكلمك ولا داخل. نحن نتكلم عن نهوض بالسينما، النهوض يحتاج إلى دعم كبير جدا، حتى الدول المتقدمة في مجال السينما إلها دعم من الدولة تدعم الأفلام. كوريا الجنوبية مين كان يعرفها قبل 15 سنة؟ شو هذا النهضة اللي طلعت في السينما وفي الغناء؟ عارف ليش؟ لأن 250 مليون دولار سنويا دعم لها للأفلام والغناء، انترتينمنت. خلنا تركيا، كيف عرفت تركيا؟ عرفتها بالسياحة صح ولا لا؟ ايضا غزت بالبرامج بالامور كلها دعم من الدولة اساس تركيا. هذه القوة الناعمة. السعودية الان عملوا خطة لمدة 10 سنوات قادمة، الان دعمهم في قطاع، هذا القطاع يوازي تقريبا مليار، يوازي مليار. نحن حتى الآن ما وصل عندنا أي دعم، نحن باجتهادات شخصية، إني عند سعيد الكلمة لو سمحت يا أخي خففوا لنا الأمور، هذا شوف لنا اللوكيشن هذا بدون أجر، ما قصروا الجماعة في الأمور اللوجستية، وبالتالي نحن قاعدين نشتغل. والشيء الحلو باجتهاداتنا نحن كمنتجين وكمخرجين قدرنا ان نحن نكون سينما في شباك التذاكر، وهذا اكبر نجاح بالنسبه لنا بدون دعم. يبلي اي نشاط في الدوله او خارج الدوله بدون دعم، كل معظم النشاطات لها دعم ما عدا السينما، ولكن انا اجزم ومتاكد ان الدوله راح تدعم هذا القطاع، ولكن خلونا نحن نرهب فيها ونحطهم في امر الواقع، وانا متاكد ما راح يقصرون. أول شيء مع كل، أتوقع أنت من شهر كتبت فيلم ثاني، ففي منتجين آخرين موجودين، في مخرجين آخرين موجودين في الإمارات، مع كل احترام اللي هو موجودين، ففي غيرهم، هذا واحد. الشيء الثاني مثل ما تفضل أخوي، اليوم دعم كحكومي خلنا نقول كمبالغ صح، ما في مبالغ كبيرة. خلنا نشوف من الناحية الآخر بعد، اليوم كم شخص، كم إماراتي يحضر يشوف فيلم بعد، حتى من جمهورنا الإماراتي نبغى دعم منهم اليوم.
ما تحط كل الثقل على الحكومه ولا الثقل كله على البرايفت او الجهات الخاصه. اليوم كل الانتاجات اليوم انتاجات اماراتيه خاصه، ما في اي انتاج حكومي موجود او قليل جدا. انا اتكلم كسينما خلى دراما. فاليوم حتى كجمهور، اليوم جمهور بعد ما دعم الجمهور انه يحضر افلام اماراتيه غض النظر اليوم الفيلم، انت تقول الفيلم مش حلو او مش كبير، انت احضره ادعمه عشان هو يتحمس يسوي غيره ويسوي احسن واكبر. فاليوم مثل ما تفضل ابو عامر، اتوقع ان مع الايام مع الفتره لما المنتجين والمخرجين يثبتون بافلام والجمهور دعم الجمهور، لان هي حلقه متواصله. اليوم انا اسوي فيلم وما حد يشوفه، ما ليش اسوي فيلم؟ انا اتكلم كناحيه الانتاج. فهالشيء بعد نحتاج من الجمهور انه يحضرون افلام اماراتيه مثل ما يحضرون افلام اخرى من جميع الجنسيات تقريبا. فهالشيء بعد مهم. فان شاء الله مع الايام نتوقع يكون في دعم حكومي، او نوصل لمرحله ان اليوم افلام اماراتي توقف على ريولها بدون دعم حكومي حتى، مثل في بعض المجالات او في بعض الدول. خلينا نقول اليوم امريكا مثلا ما في دعم حكومي لاي فيلم، 100% دعم خاص. الهند نفس الشيء، ولكن ما نقارن افلامنا اكيد خلينا نقول برأس مال افلام هنديه وافلام امريكيه، ولكن وقفت على ريولها بافلام خاصه كان في دعم جمهور. فمره ثانيه جمهور له دور كبير كبير، ان حتى الحكومه تشوف عين انه هو في جمهور لهالمجال، انا لازم ادعمه مثل ما كان في الرياضه. مثل فضل ابو عامر، الرياضه اليوم رياضه كره القدم خلينا نقول اكثر رياضه لها دعم في الحكومه في الدوله، بس شو نتائجها؟ أضيف نقطة عشان يتفاجأ سعيد، أيوة يتفاجأ شوية. تعرف إن حتى الأفلام الأمريكية مدعومة حكومية ولكن بتوجهات سياسية. معظم الأفلام الحربية اللي نزلت في 90 معظمها دعم حكومي. نعم هم عندهم الصناعة، نحن نتكلم صناعة عمرها 120 سنة، ما نتكلم على اكيد. هالافلام استوى عندنا من فتره فيلم بدون ذكر اسم كان بجت مال كبير، هذا ما ذكر هذا البجت مال، حتى كان كنا نتكلم عن مليون زين كان بجت مال، هذا ما بتكلم عليه. انا اتكلم اللي المنتجين اللي مساكين يحكون من جوهم. بس عشان يعرفون الاخوان، اوروبا ما عندها سينما في شباك التذاكر، ولكن عندها دعم سينمائي. فرنسا عندها دعم سينمائي من 250 مليون يورو سنويا. وين الافلام مالهم؟ وينها؟ تشوفها انت في السينما؟ ما تشوفها، ولكن ثقافه، افلام فنيه، افلام لها اهداف. هم يقولون يسوون 250 مليون. معظم الدول عندها هذا الجانب، وبالتالي اعتقد ان نحن ماشيين، مش نحن، انا اتكلم على صناع السينما الاماراتيين ماشيين لوحده، ولكن انا متاكد راح يمسكونه وراح يجي جيل اخر راح يلاقي هذا الدعم اللي انت تفضلت. شكرا.